في برنامج ما يسطرون لهذا الأسبوع، قراءة في رواية جسر بضفة وحيدة للروائية والناقدة الأردنية هيا صالح. هيا صالح روائية وناقدة أردنية، مؤلفة كتب موجهة للأطفال واليافعين، وكاتبة نصوص مسرحية، وكاتبة السيناريو. لها روايتان للكبار هما لون آخر للغروب وجسر بضفة وحيدة وثلاثة كتب نقدية. تطرح الرواية الأسئلة وتقف أمام السؤال الكبير: هل يمكننا إصلاح أخطاء الماضي؟ السلام عليكم، أنا الكاتبة هيا صالح. يسرني أن أشارككم عرض روايتي الإصدار الأحدث جسر بضفة وحيدة. أفكر بالموت كثيرا، ومن منا لا يفعل. في طفولتي وصباي وحتى في شبابي كنت أعاين أحداثا تتعلق بالموت، لكنني كان لدي إيمان راسخ، ولا أعرف صراحة من أين تم استمداد هذا الإيمان، بأن الموت الذي يدخل ساحة الآخرين لا يمكن أن يدخل ساحتي، ولا يمكن أن يقترب مني، ولا يمكن أن يخطف شخصا عزيزا علي. ظل هذا الإيمان الوهمي حتى تجرأ هذا الموت واختطف أولا والدتي ثم والدي. حقيقة في البداية شعرت بمشاعر الغضب، شعرت بمشاعر القهر، شعرت كما لو أنهما دخلا إلى منزل وأخرجاني من الباب عنوة، ولم يعد بمقدوري الدخول مهما بكيت، مهما صرخت، مهما استعطفتهما، أيضا ليس بمقدورهما الخروج. بمرور السنوات تشكل لدي صورة أكثر تصالحية مع هذا الشيء المسمى موت. هذا الشيء تشكل من الآية الكريمة التي يقول فيها جل وعلا: ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فبدأت أنظر إلى أن الموت والحياة متساويان، الموت هو صورة للحياة والحياة هي صورة للموت. لكن فيما بعد وبتقدم العمر أكثر بدأت أدرك أن الموت هو أصل الحياة، ولهذا بدأت الآية بقوله تعالى: ويخرج الحي من الميت. إذن الموت هو الحقيقة الأساسية، الحقيقة الأوضح، الحقيقة الأصدق، والحياة الأصدق من حياتنا الدنيا. هذا المفهوم جعلني أتصالح مع فكرة الموت وأتقبلها، وأرى أنها امتدادا أوسع وأكبر لحياة أخرى. من هذه الفكرة ومن هذه الفلسفة بدأت بكتابة روايتي جسر بضفة وحيدة. لماذا جسر بضفة وحيدة؟ سأخبركم الآن. لأنني أرى أن الأشخاص الذين يرحلون عنا بفعل الموت هم حقيقة لا يرحلون. أود هنا أن أتذكر قول لمحمود درويش: لم يمت أحد تماما، تلك أرواح تغير شكلها ومقامها، فيا موت انتظرني خارج الأرض، انتظرني في بلادك ريثما أنهي حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي، واصنع بنا واصنع بنفسك ما تريد. من هنا بدأت بذرة الحكاية، لن أقول الرواية لأن الحكاية هي الهيكل العظمي الذي نسجت عليه روايتي جسر بضفة وحيدة. لماذا جسر؟ لأنني بعد رحيل كثير من الأحبة والحياة القاسية والتفكير القاسي الذي عشته، صرت مقتنعة أن ثمة جسر يجمع بين الأحياء والأموات، يجمع بين تلك الأرواح. وهذا في الحقيقة مش بعد فلسفي، إنما هو شيء نعاينه في حياتنا. حينما أنظر إلى المرآة مثلا أجد أن ملامحي، ملامح أمي رحمها الله، تطل من ملامحي، وكأنما هي تعيش من خلالي كما أنا كنت أعيش من خلالها. إذن بالفعل هو هذا الجسر الذي تلتقي عليه تلك الأرواح الحية
ميتة، جسر للبقاء، جسر للتواصل، جسر يتضمن الكثير من الأشياء التي لا يمكن أن ندركها نحن خلال وجودنا على الأرض. طبعا تبدأ الرواية بوصول رسالة غريبة جدا إلى البطلة، رسالة من مجهولة من شخص مجهول أيضا، وهذه الرسالة تجعلها تتنقل من حاضرها إلى الماضي. طبعا أنا بنيت الرواية على مستويين، المستوى الذي تتحدث فيه البطلة عن حياتها في الحاضر والمستقبل، اخترت له فعل المضارع، الفعل المضارع، والأشياء التي تتحدث فيها من ذاكرتها اخترت لها الفعل الماضي. طبعا هذه البطلة هي من أصول فلسطينية، تولد وتعيش في العراق، وفي العراق تتعرف على حبها الأول، وثم في مطلع صباها تفاجأ بحرب الخليج الثانية التي تجبرها هي وعائلتها على الرحيل من العراق والقدوم إلى الأردن. هذه كانت أول هزة في كيانها. ثم في الأردن لا تستطيع أن تتصالح مع البيئة، لا تستطيع أن تتصالح مع نفسها، وتكون تشعر بالفقد الشديد لما عاشته في الماضي، فتحاول أن تستمر قدر الإمكان من خلال صديقات المدرسة، من خلال تعرف شاب آخر عليها أيضا، ومن خلال علاقتها بوالديها. لكن مع رحيل الوالدين تعود مرة أخرى ويحدث لها انتكاسة نفسية أشد، وتبدأ أكثر ترجع إلى ماضيها وتتقوقع في داخل هذا الماضي. هي تعيش الحاضر، تتزوج، تنجب أطفال، لكنها تبقى سجينة في الماضي الذي لم تجد ما يعوضها في الحاضر عنه. طبعا تلتقي هذه البطلة، والرواية في أغلبها مبنية على أحداث فانتازية وغرائبية، تلتقي هذه البطلة خلال رحلتها بالشاب الذي يعمل في المقهى، وهذا الشاب شخصية غامضة وشخصية غرائبية. للحظة سيشعر القارئ أنه هل هو موجود أو غير موجود، هل هو حي أو غير حي. أود هنا أن أقرأ بعضا مما أخبرها عنه هذا الشاب الموجود في المقهى، وهو أيضا يتحدث عن فكرة الموت. يقول لها: لقد تصالحت مع ذلك الموت، أدرك أن عائلتي ماتت وقد شيعتهم بيدي هاتين، وكنت أود اللحاق بهم، لكنني تراجعت بعد أن اكتشفت أنني أستطيع الالتقاء بهم من غير حاجة للانتحار. يقترب صوته من أذني أكثر كما لو أنه يهمس: أتعلمين؟ أنا لست حيا تماما، وهم ليسوا أمواتا تماما، ولهذا يمكننا الالتقاء، فأنا أراهم وأحدثهم وأستطيع لمسهم والتواصل معهم. أتأمله قبل أن أبعد كرسي عنه وأسأله: هل تقصد أنك تتخيل ذلك أم أنك تراهم في الحلم؟ قال: أقصد أنهم ما يزالون هنا داخل هذه الحياة، بذور تقبع في قاع الأرض وتموج الحياة من تحتها. هل البذور ميتة أم حية؟ هل يمكنك الجزم؟ أحمل فنجان القهوة فيهتز بين يدي: أفهمك، أنت تقصد أن الحياة تخلد ذكراهم وما عشته معهم، أليس كذلك؟ قال: لا، هم موجودون معي بالفعل. لهذا تركت دراسة الطب؟ يقول: لم أتركها، لقد طردت، أخبرتك سابقا ولكنك تنسين. هذا الحوار كان مع الشاب الذي التقته البطلة في بداية رحلتها في المقهى. أيضا هي تلتقي بصديقتها التي تؤمن بطاقة الأرواح، وتؤمن بأن ثمة أشياء تحدث في الحياة لا نجد لها تفسيرا، لا نجد تفسيرا، لأنها تكون أكثر من قدرتنا ربما على استيعاب أحداثها أو تفسيرها بشكل منطقي. ثم تستمر في هذه الرحلة، تلتقي بأصدقاء قدامى، تلتقي بصديقات كانت معهم في المدرسة. لكن هذه الفتاة أو هذه البطلة في الرواية هي تمتلك طاقة تدميرية كبيرة، من غير أن تدرك هي نفسها أنها تمتلك هذه الطاقة. هي الفتاة الوحيدة لوالديها،
بعد أن ولدتها أمها لم تستطع الاستمرار في إنجاب باقي الأطفال. فهذه البطلة رافقتها هذه العقدة أنها الفتاة الوحيدة، وأنها ربما السبب في حرمان أبويها من وجود أطفال آخرين في العائلة. فماذا تفعل؟ ما فعلته هو أنها حاولت أن تكون دائما مثالية. وهنا أردت أن أصور أن سواء المثالية أو عدم المثالية هو نوع من التطرف، بمعنى آخر أن الحب الشديد هو مساوي تماما للكره الشديد. فلم تكن تدرك أن بحثها عن الكمال وبحثها عن هذه المثالية الزائفة إنما كان يخلق في داخلها قدرة على تدمين الآخرين المحيطين بها، لأنها هي نفسها لم تستطع أن تكون متكاملة ومتصالحة في داخلها. ما الكمال الذي كانت تبحث عنه هو خوفا من أن تكسر نظرة معينة لوالديها تجاهها، أو تخذلهم بطموح، أو تخذلهم بأشياء معينة. البطلة اسمها سامية. سامية كانت كلما اقتربت من شيء يتم تدميره من خلال هذه الطاقة التي كانت تمتلكها، فهي دمرت الحب الأول الذي عاشته في بغداد، ثم دمرت الرجل الذي تعرف عليها في عمان وحاول أن يعطيها كل ما يملك، ثم دمرت صديقتها التي عاشت معها في سكن الجامعة، ثم دمرت والد زوجها حين تخيلت طريقة غرائبية لقتله، ثم دمرت زوجها، ثم دمرت طفليها، لتنتهي الرواية بأن سامية تقوم بتدمير نفسها. وهي في كل هذه الأفعال لم تكن تعي تماما ما الذي يحدث، ولم تكن تعي تماما أنها كلما دمرت شخصا يقترب منها فإنها فعليا تكون قد دمرت جزءا من ذاتها وجزءا من الروح التي تمتلكها. الرواية غرائبية جدا، فانتازية. أنا ربما أرى أن الكتابة ليس عليها أن تكون مرتبة، وليس عليها أن تكون متسلسلة تسلسلا منطقيا في الأحداث أو في الأزمان أو إلى آخره، وإنما أرى أنها هي رحلة يأخذ بالكاتب بيد القارئ عبر متن يدفعه للتفكير، يدفعه للتفاعل، يدفعه لملء الفراغات، ويدفعه للتساؤل. كثير من الردود كانت تصلني على الرواية، وهي ردود حقيقة أسعدتني. لماذا؟ لأن هذه الردود كانت أنه من هي الشخصيات التي على قيد الحياة في الرواية، ومن هي الشخصيات الميتة؟ الجواب في الحقيقة أنني لا أعرف من هي الشخصيات التي على قيد الحياة أو الميتة، لكنني أعرف أن تفاعل هذه الشخصيات واختلاطها بحيث أننا لا نعرف من منها على قيد الحياة ومن منها مات، هو بحد ذاته الجسر الذي قصدته في الرواية. وكأنما الرواية في شكل من الأشكال تتحول أيضا إلى جسر يحتضن الأموات ويحتضن الأحياء، بمعنى أنه يحتضن الأرواح. وهذه هي الفكرة الأبرز والألمع والأقوى في الرواية، قوة الروح وطاقة الروح واستمراريتها، لأنها موجودة من الأزل، موجودة تتجسد في هيئاتنا في الدنيا على أشكالنا الحالية، وبعد أن تفنى أجسادنا أيضا تستمر الروح في رحلتها. إنها رحلة روحانية، رحلة للروح وليست للجسد، وليست لتمثلات الجسد، إنما هذه الأجساد أوعية وضعت في أزمان معينة وظروف معينة وستنتهي، لكن ما يحمله الوعاء سيبقى وسيستمر. الرواية طبعا بشكل أو بآخر تعبر عن تفاعلي في الحياة. مثلا أنا أحب الموسيقى جدا، والغريب أنني أكره الأغاني، يعني أنا أحب الموسيقى لكنني لا أكره الغناء، لا أحب جدا سماع الأغاني لكنني أحب سماع الموسيقى. أشعر أنها تعطيني طاقة متجددة لأكتب أو أفكر بالشخصيات التي أود كتابتها. طبعا خلال فعل الكتابة نفسه لا أسمع موسيقى، أركز مع هذه الشخصيات، لكنها هي كطاقة خارجية. السينما أيضا أحب السينما جدا. القارئ يمكن أن يجد في الرواية
انثيالات لها علاقة بالأنواع الموسيقى التي أحبها، لها انثيالات لها علاقة بالأفلام التي تستهويني أو طبيعتها أو حتى الروايات حتى القراءات. أحب أن يكون الأبطال عندي على مستوى معين من الثقافة، لكن هذا لا يعني أنني أسيطر عليهم، بل ربما تتفاجؤون أن العكس تماما هو ما يحدث. مثلا أنا في هذه الرواية عاشت معي الشخصيات واقتربت من عالمي كثيرا، لدرجة أن البطلة كانت تجلس معي على مقعد السيارة، وكانت تذهب معي إلى العمل، وكانت أحيانا ترافقني إلى المطبخ وتختار الأطباق التي تريد أن تتناولها. لقد أصبحت حقيقية جدا، بحيث أنني في النهاية أردت لها أن تواصل الحياة، لكنها رفضت واختارت هي النهاية التي تريدها. حتى هذه الشخصيات الروائية التي يخلقها الكاتب لها مسارات مختلفة، مسارات مفاجئة. ربما في النهاية يتصالح الكاتب مع شخصياته، يترك لها حرية الحركة وتترك له أيضا حرية الحركة، وإن كان الالتقاء بينهما قد يكون ضمن حدود الورق وضمن حدود المساحات المتاحة لكليهما. طبعا هذه الرواية تحاول أيضا أن تقترب أكثر من العالم الذكريات، والبطلة أصلا هي مصورة فوتوغرافية. أنا لم أكن أريدها أيضا مصورة فوتوغرافية، كنت أريد أن تكون فنانة تشكيلية، لكنها أصرت. وقد تستغربون أنني رأيتها أكثر من مرة تحمل الكاميرا وتلتقط مشاهد من الحياة خلال جلوسها معي في السيارة. لماذا اختارت هي التصوير؟ أرادت أن تؤبد في فعل التصوير هذا مشاهد من الحياة، مشاهد من الماضي، كانت تعيد لها أو تحافظ نوعا ما على الذكريات التي عاشتها، لأنها هي في النهاية محاطة بأسوار ومحاطة بحلقات أصغر وأكبر 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 في الحياة. يعني منذ أن وعت الحياة وهي تدرك أنها قامت بأنها طفلة وحيدة، وسبب وحدتها أن هناك خطأ طبي أدى إلى والدتها بعدم القدرة على الحمل. كان هذا سور، السور الآخر عندما تركت العراق بسبب الحرب، وكانت دائما تقول أن الموت جارح مثل الحرب، كلاهما يأتي مباغتة، كلاهما يقضي على الأشياء الجميلة الموجودة فينا. الحرب أيضا حاضرة في الرواية. ثم أيضا علاقاتها التي كلما توسعت كلما ضاقت بها وعاشت نوع من الوحدة والكآبة والانعزال، رغم محاولتها أن تتعايش مع الواقع ورغم محاولتها أن تستمر في فعل الحياة. طبعا هذه المصورة الفوتوغرافية التي تؤمن بما ترى، تقول لها الحياة في مفاصل عدة أن ما تؤمنين به وما ترينه ليس بالضرورة هو ما حدث بالفعل. وهنا أردت أن أركز على مفهوم الذاكرة، وكيف أنها مكنة تختزن كل الأشياء، لكنها تقوم بصنع نوع من الكيمياء أو التفاعل بين كل هذه الأشياء، ربما تضيف ربما تحذف، ربما تهول الأمور تصغر الأمور، لكنها بالتأكيد المشهد الذي عشناه قبل سنة وليس هو الموجود في ذاكرتنا الآن نهائيا. أضيف إلى يا ما يكون قد أضيف إليه أشياء أخرى أو حذف منه أشياء أخرى، أو عقلنا الباطن تفاعل مع أحداث معينة وزاد عليها. فأيضا أردت أن أتكلم عن موضوع الذاكرة خلال هذه الرواية. أود في الختام أن أختم بمقطع من الرواية، ربما هو يركز على بعض التفاصيل أو بعض الأفكار التي أردت قولها من خلال هذه الأوراق. في ظهيرة يوم قائظ، ننتهي من طعام الغداء، يخرج الطفلان للعب مع كلبهما في الحديقة، يتمدد صلاح فوق الأريكة الطويلة يشاهد نشرة الأخبار، يقول: حرب تطلع من أخرى، ألم يشبع العالم من دمائنا؟ الحرب لا تسفك الدماء فقط، إنها تغتال حلم الإنسان،
وتحطم روحه وتهز إيمانه بيقينياته. الحرب شتتت عائلتي وأبعدتني عن الأرض التي امتدت فيها جذوري واجتثتني وقطعت أوصالي بنصالها الحادة. الحرب اختالت الحب الذي جمعني بعمار وحطمت كياني، كأنني لوح زجاج تتفاقم شروخه وتتبعثر شظاياه كلما طال به الزمن.